نصيب ملك جديد لماليزيا. تقليد ماليزي فريد بطابع مميز في عالم الأنظمة الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات. ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري، لكن بترتيب لا مثيل له، إذ يتم التناوب على العرش من قبل حكام ولايات ماليزيا التسعة التي يترأسها منذ قرون سلاطين من العائلة المالكة المسلمة. ودور الملك شرفي إلى حد كبير، لكن تأثيره زاد في السنوات القليلة الماضية بعد أن بات يمارس صلاحيات تقديرية. تم العمل بهذا النظام في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957، وكان الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه قد تولى العرش عام 2019، وسيعود لقيادة ولاية بهانج مسقط رأسه بعد أن أنهى فترة حكمه. فمن هو السلطان الملك الجديد؟ منذ عام 2010 والسلطان إبراهيم هو حاكم ولاية جوهور الماليزية، أكثر الولايات ازدهاراً، ويبلغ من العمر 64 عاماً. عرف السلطان إبراهيم بشخصيته القوية وصراحته المتميزة وهجومه على السياسيين المتورطين في قضايا فساد والبرلمانيين الذين تسببوا في عدم الاستقرار السياسي في ماليزيا. وعرف أيضاً بمجموعته الضخمة من السيارات والدراجات النارية الفخمة. لديه اهتمامات تجارية متنوعة تتراوح بين العقارات والتعدين، ويمتلك حصة في فورست سيتي، وهو مشروع عقاري ضخم تبلغ قيمته 100 مليار دولار يقع قبالة ولاية جوهور. ويعتبر الملك في ماليزيا شخصية موقرة خاصة بين الغالبية المسلمة، وينظر إلى أي انتقاد للملك على أنه جريمة يعاقب عليها القانون.